لا مع آيات بينات يتلوها علينا القارئ بالإذاعة والتلفزيون الشيخ العزب سالم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. صدق الله العظيم. وكل شيء فصلناه تفصيلا.
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. اهدنا يا رب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صلى على رسول الله. اذكر الله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها
القعود فحق علي القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له صدق الله العظيم. الله 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 الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الله 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 عليك يا سيدي. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة
الآخرة أكبر درجات وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. اوعى يا سيد اوعى يا سيد اوعى يا سيد فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. استمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم في تلاوة قرآنية كريمة، ندعو الله تعالى أن يجعل ثوابها بركة ونورا وهدى ورحمة لفقيدتنا الراحلة.